إن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس النواب إلى تركيا نجحت إلى حد كبير في ضمان الدعم التركي للعراق إزاء مختلف التحديات، وذلك من خلال الموقف الرسمي الذي أكده المسؤولون الأتراك للجمهور، فضلا عن النجاح في تحشيد الآراء المؤيدة لدعم عقد مؤتمر البرلمانات الإسلامية المقبل في بغداد، كما أسفرت عن اختيار الجمهور رئيسا للبرلمانات الإسلامية في الدورة المقبلة. مراقبون قالوا إن نجاح زيارة الجمهور ظهرت من خلال مؤشرات عديدة، في مقدمتها لقاؤه بأغلب أركان الحكومة التركية من دون استثناء، بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية والودية والصريحة التي سادت معظم اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس النواب مع أركان الحكومة التركية. وكان الجمهور قد أجرى الأسبوع الماضي زيارة إلى تركيا، والتقى فيها برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية البرلمان، فضلا على عدد آخر من المسؤولين، فيما استقبل وفدا كبيرا من النازحين العراقيين واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة الأوضاع التي يعيشها النازحون العراقيون هناك وما يواجهون من صعوبات ومعوقات. مصادر مطلعة بدورها أضافت أن الجمهور حرص على فتح ملفات عراقية مهمة، منها التحديات الأمنية التي تواجه العراق وتشمل المحيط الإقليمي، فضلا على بحث قضايا النازحين وأوضاعهم التي يعيشونها، حيث توصل إلى اتفاقات إيجابية مع المسؤولين الأتراك. والتقى الجمهور برئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتقدم بالشكر على احتضان تركيا أبناء الجالية والنازحين العراقيين، فيما أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العراق في حربه ضد المجاميع الإرهابية وبناء أفضل علاقات التعاون وحسن الجوار. وفي السياق أيضا التقى الجمهور برئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، واستعرض معه عددا من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تهم البلدين، بينما أعرب أوغلو عن أمله في أن تكون زيارة الجمهور منطلقا لمرحلة جديدة من التنسيق والتعاون بين البلدين الجارين، مؤكدا أن القواسم التاريخية والنسيج المشترك سيبقى حافزا لتقوية العلاقة وتطويرها بين البلدين. وفي مجال العمل النيابي، بحث الجمهور مع رئيس الجمعية الوطنية التركية جميل جيجك سبل التعاون والتنسيق النيابي بين البلدين الجارين، إضافة إلى تفعيل لجان الصداقة والعمل على توأمة عمل اللجان النيابية بما يخدم مصالح البلدين، فيما جدد رئيس الجمعية الوطنية التركية موقف بلاده الحريص على دعم العراق في مواجهته للجماعات الإرهابية، ووعد بتلبية دعوة الجمهور وزيارة العراق خلال الآونة القريبة المقبلة. وتابع المحللون للوضع السياسي أن تتويج زيارة الجمهور تمثل بالمشاركة في مؤتمر اتحادات البرلمانات الإسلامية، حيث ألقى كلمة عرض فيها الرؤية العراقية للأوضاع الحالية وسبل مواجهة التحديات الأمنية التي تشمل دول المنطقة. ونجح الجمهور في تحشيد آراء المشاركين لعقد الدورة المقبلة من المؤتمر في بغداد، في حين اتفق المشاركون على اختيار الجمهور لرئاسة البرلمانات الإسلامية للعام المقبل. وبين الجمهور في كلمته أمام مؤتمر البرلمانات الإسلامية في إسطنبول أن الإسلام كرسالة وثقافة وحضارة يتعرض اليوم إلى هجمة شرسة تتخذ من ممارسات داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية المجرمة غطاء للنيل من ديننا الحنيف وتشويه صورته أمام الرأي العام في العالم. إن الإسلام يتعرض اليوم كرسالة سماوية سمحاء
وثقافة وحضارة كانت لها إساماتها المعروفة لكل شعوب الأرض في بناء الحضارة الإنسانية، إلى هجمة شرسة تتخذ من ممارسات داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية المجرمة غطاء للنيل من ديننا الحنيف وتشويه صورته أمام الرأي العام في العالم، وأن الواجب يدعونا إلى التضامن مع الأقليات المسلمة في تلك البلدان ومفاتحة الدول التي يعيشون فيها من أجل مراعاة حقوقهم الدينية والثقافية وحقهم في حرية الدين والمعتقد الذي أقره لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والمواثيق الدولية الأخرى. وهنا لا بد لي من التأكيد على ضرورة فتح باب الحوار بين المذاهب الإسلامية أولاً، والاعتماد على المشتركات التي توحد تلك المذاهب، والتخلي عن كل ما يثير الفرقة والتناحر والنفور بين أبناء الدين الواحد، واعتماد الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والتزمت. فنحن على اختلاف مذاهبنا وتنوع مشاربنا الفقهية واجتهادنا في التفاصيل نتوحد على ثوابت راسخة لا اختلاف عليها، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونهتدي بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فوحدتنا هي الأساس الراسخ الصلب الذي يقودنا إلى النجاح في فتح باب الحوار مع الأديان الأخرى. ودعا الجبوري إلى العمل على تشريع قانون عربي إسلامي لمناهضة الإرهاب، وإلى تشكيل لجنة متخصصة لوضع القانون المذكور كي يتم اعتماده في بلداننا الإسلامية. علينا جميعا أن نعمل على تجفيف منابع الإرهاب، وأن نحول دون وصول الأموال والسلاح إلى عصابات داعش الإرهابية وغيرها من المنظمات الإرهابية، وأن نشرع القوانين الصارمة التي تحظر التبرع لهذه العصابات الإرهابية بأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء أو مبرر، وأن نمنع التحاق الإرهابيين بعصابات داعش الإرهابية من خلال فرض إجراءات مشددة على السفر ومراقبة المطارات والحدود والموانئ. ولكي نؤسس لعملنا المشترك ضد الإرهاب ليقوم على أسس قانونية سليمة ويحقق الأهداف المنشودة في دحر الإرهاب وهزيمته النهائية، نعيد طرح مبادرتنا التي سبق أن طرحناها في عمان الأردن، وهي العمل على تشريع قانون عربي إسلامي لمناهضة الإرهاب، وندعو إلى تشكيل لجنة متخصصة لوضع القانون المذكور، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع اللجنة التي سيشكلها المؤتمر لهذا الغرض. بينما ختم كلمته في تقديم رغبة العراق باستضافة أعمال الدورة المقبلة من المؤتمر عام 2016 في بغداد السلام، حيث وافق الحاضرون بالإجماع على اختيار العراق لرئاسة الاتحاد العام المقبل. إن شعب العراق المؤمن بدينه الحنيف والمحتسب لخالقه العظيم في كل ما عاناه عبر مراحل الجور والظلم والاستبداد لسنين طوال، وكل ما ألم به من خراب ودمار على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة الأخطاء الكارثية لسلطاته الحاكمة، وما فرض عليه من عقوبات دولية نتيجة لسياسات حمقاء، ما زال الإنسان العراقي يدفع فواتيرها وضريبتها من دمه وقوت أطفاله، وما واجهه من عزلة دولية خانقة، نعمل الآن جاهدين على الخروج من طوقها إلى عالم التسامح الرحب والتعاون المثمر البناء بين جميع الدول والشعوب المحبة للسلام والحرية. إن هذا الشعب الذي نحمل شرف تمثيله في هذا الجمع الإسلامي الموقر يعرض عليكم رغبته في استضافة أعمال مؤتمركم الموقر في بغداد، يعرض عليكم رغبته في استضافة أعمال مؤتمركم الموقر في بغداد السلام والمحبة في العالم في العام القادم، وكلنا أمل في أن تحظى هذه الرغبة بقبولكم ودعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.